أولا، لولا الزجاج لكان هذا القط فريسة للنسر. ثانيا، آخر صيحات موضة الأحصنة. ثالثا، يبدو أنه يشعر بالغيرة. رابعا، دائما ما تدهشنا القردة. خامسا، لسانه أطول من لسان جارتي. سادسا، صديقك عندما يقع في المشاكل. سابعا، اللهم إنا نسألك زيادة في الإيمان وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق. أولا، هل هذا المقطع حقيقي؟ ثانيا، لا يعرف شيئا اسمه الاستسلام. ثالثا، هذا أغرب ما شاهدته اليوم. رابعا، صباح الخير يا صغيري. خامسا، لا يجيد المشي في المنزل. سادسا، أحدهم حصل على منزل جديد. سابعا، جاموس ودود. ثامنا، لماذا هذا القرد غاضب بشدة؟ تاسعا، يبدو أنه يشعر بالنعاس. عاشرا، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أولا، ما شاء الله. ثانيا، تبدو وكأنها تضحك. ثالثا، ديك الكونغفو. رابعا، ما هذا الجنون؟ خامسا، ما أغرب تصرفات هذا الطائر؟ سادسا، هل هذا المقطع حقيقي؟ سابعا، أتمنى أن تكون أيام العيد مليئة بالسعادة والسلام. عيدكم مبارك.